الحمد لله رب العالمين. يجب علينا ان نعتقد جيدا، ان نرى ان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من اذى ذميا فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله. من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه، وان ريحها على مسيره 40 عاما. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض، ما حددش ربنا اي نفس كتبت، ما جاش اي دين اي مله، نفس وخلاص. ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ اجتنبوا السبع الموبقات. سبع مهلكات بتودي النار جهنم على طول. السبعه دي بعد عنه: الاشراك بالله، والسحر، وقتل النفس، واكل مال اليتيم، واكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اكبر الكبائر، اكبر الكبائر الاشراك بالله، والسحر، وقتل النفس. اكبر الكبائر الاشراك بالله، قتل النفس، عقوق الوالدين، شهادة الزور. ولا تقتلوا النفس، اوعى. امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها، لسابتها تاكل من خشاش الأرض، يعني من الهوام والحشرات بتاعة الأرض، ما سابتهاش تاكل من حشرات الأرض. حبستها لحد ما ماتت، راحت فيها النار. وبغي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب ساكته، كلب اديته شوية مية، وكانت باغية طاغية، ومع ذلك دخلت الجنة في كلب، لأنها نفس. يا أخي روح، روح. طب فما بالك باللي بيقتل النفس؟ بيقتل الإنسان، بيتعدى على قدرة ربنا، بيتعدى على ربنا. وبعدين وبعدين طيب، مش هو ده كلام الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش الاسلام اللي اعترف بالديانات دي؟ الاسلام ما اعترفش بيها في القران، اعترف بالديانات في القران. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين اشركوا، الاسلام اعترف اهو. قال ان في ديانات، قال ان في يهود، قال ان في صابئين، ان في نصارى، في مجوس، في فئه المشركين، موجوده الديانات دي. انت جاي النهارده عاوز تخلي تمحي كله وتقعد انت وحديك، عاوز تخليك انت راجل اللي معاك اللي بتدافع عن الدين، دافع عن روحك. طيب، طب انت ادخل في الاول في الدين وبعد كده دافع عن الدين. طب انت احرص في الاول على تعليم دينك وبعد كده يا عم دافع عن الدين. يا اخي ده النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيدافع عن الدين، انت جاي تدافع عن الدين. النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ما جوش حتى يدافعوا عن الدين، دول جم عشان ينشروا الدين، ينشروا الاخلاق، يعرفوا الناس اللي هو الدين، ما جوش عشان يدافعوا عنه. ده راجل مشرك وكافر قال للبيت رب يحميه، فما بالك بالدين؟ هو دين الله، ده دين ربنا، هو اللي بيدافع عنه مش انت، هو اللي بيدافع عن بيوته مش انت، هو اللي بيدافع عن القرآن مش انت، هو اللي بيدافع عن الصالحين والأولياء والأنبياء مش انت. انت بس اعمل نفسك، صلي لك ركعتين ينفعوك، اعرف الإسلام عايز منك ايه. عاوز تجاهد، جاهد اليهود اللي ربنا قال فيهم اهو اشد الناس عداوه، لكن نيجي عند النصارى والمسيحيين في الكنائس ونفجر الكنيسه البطرسيه، وبعد كده ما اعرفش ايه اللي بيحصل، وبعد كده ايه اللي هيحصل، وايه وايه، ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ يوم 12 ربيع الاول 1438 يوم الاحتفال بمولد اعظم نبي واعظم رسول وحبيب ربنا، نعمل كده؟ نخلي عيدنا، نخلي له الطريقه دي مليان بالدم،
يوم 11 12 2016 ده يوم صعب على مصر. بنعزي نفسنا في الاول قبل ما بنعزي الاخوه المسيحيين، بنعزي مصر كلها وبنقول العزاء لينا كلنا، ربنا بيعزينا كلنا في الابرار اللي راحوا دول، بس دماغهم مش هتروح حضر لان مش هم المقصودين، المقصوده مصر، ومصر ربنا حفظها وهيحفظها وهتظل مصر رغم انف كل حاقد او حاسد او مستغل او مستغل من هنا او خارج هنا، ستظل مصر رغم انف كل حاقد ورغم انف كل من يعتدي عليه، رغم انف امريكا نفسها، رغم انف كل ايد بتخرف في مصر، هتفضل رافع راسها بجيشها شرطتها قيادتها قضاءها شعبها نيلها ارضها زرعها ثمارها، هتظل شامخه الى يوم القيامه باذن الله جل وعلا. نسال المولى سبحانه وتعالى ان يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارزقنا الامن والامان، اللهم ارزقنا الامن والامان، اللهم ارزقنا الامن والامان، اللهم حافظ على مصرنا يا رب العالمين، اللهم حافظ على مصرنا يا كريم، اللهم حافظ على هذا الشعب يا رب العالمين، اللهم انا نسالك ان تحافظ على جيشنا وشرطتنا، ان تحافظ على قضائنا ورئيسنا وحكومتنا وشعبنا، اللهم احفظ مصر وسائر البلاد الاسلاميه وسائر البلاد العربيه، ووحد صفوف مصر يا رب العالمين، وارحم شهدائنا يا كريم،